مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل مع أول الضيوف الأخ ناصر محمد المطيري أمين حزب الكويت الوطني والدكتور فيصل المناور. مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم. مساكم الله بالخير. نبدي مع ناصر ولا مع الدكتور فيصل؟ نعم خلي الشباب لا لك فرصنا يعني انت توك يعني اهم شباب انت. ايه بس الشباب القدامى ناصر ماشي. انزين اخوي ناصر حزب الكويت الوطني طلع بيان، هذا البيان في مجموعة مطالب، بلمحة سريعة من هذا من هذه المطالب لقينا ان انا لقيت ان واحدة من هالمطالب الدعوة الى حوار وطني. ما تعتقد اول شيء ما تعتقد انها متأخرة؟ كانت مفروض شوي أبعد تكون؟ لا ما يمنع بالعكس. أول شيء خلني أقول لك بداية ظهور هالبيان، البيان هذا مو يعني خلال يمكن 3 أسابيع أو قبل صدور المحكمة الدستورية كنا نجتمع ويا مجموعة شباب. نعم. منهم حراك الخامسة. نعم. كتلة شباب رشايدة، حزب العمال الكويتي. نعم. ومجموعة من المستقلين، حتى ناس شباب عاديين يعني مو بس تنضيف. انا كان في توضيح انا قبل لا نطلع هوا كتله، انت قلت كتله شباب الرشاده، كتله شباب الرشاده والنعم فيهم جميعا. نبي نوضح شنو عشان ما يقولون ان هذه الكتله قبليه ومتعنصره، ونبي الهدف من هذه القبيله بس يشرح لنا اياه بعد شوي الدكتور فيصل المناور. طيب نعم، فبدينا نحط حلول واجتماعات نشوف شنو الوضع اللي صاير من حل البرلمان، من قرارات سيئة تصدر من المجلس السابق، من يعني تغيير إرادة الأمة، فوضعنا حلول. حلو. من هالحلول أن نصدر هالبيان اللي شفته. ممتاز. يتضمن وثيقة إصلاحية، أو شيء كنا نعد وثيقة إصلاحية عديناها إن شاء الله وراح نعلنها في مؤتمر صحفي. تطلب البيان هذا أهداف مرحلية. حلو. حالية في الوضع الحالي. نعم. بين مشارك ومقاطع، وأهداف مرحلية جزئية، ومنها الوثيقة. وأنت تسألتني ليش الحوار الوطني؟ نعم. بدون حوار وطني ما تقدر تسوي اصطفاف شعبي. طيب ما تعتقد أن تأخر هذا الحوار الوطني؟ يعني إحنا تقريبا صار لنا من نحل المجلس من 20/6/2012 إلى اليوم، مو كان في مراحل سابقة يحتم فيها الأسرع بهذه المطالبة لحوار وطني، خصوصا انه كان مثلا في يعني كان في مطالبه بنفس هذا الحوار من الدكتور عبيد الوسمي. طيب ولا صارت. اي اللي هو الحوار الوطني ان احنا لازم نتحاور بالنهايه. نعم. ان بين القوى المعارضه وكشعب خلق راي عام، لكن حوار بدون وثيقه وبدون فرشه نمشي عليها او خط طريق او خطه عمل قاعدين بدواني صور. ما له حلو. اما بسؤالك ان تاخرنا وتاخرنا، على الأقل تأخر أحسن ما نمشي بهال الوضع البلد يرد لورا. فحتى لو كان فيها تأخير إن شاء الله نقدر نحل الحاصل الحين. ممتاز. طيب دكتور فيصل إذا تسمح لي، كتلة شباب الرشايدة هدف هذه الكتلة بالضبط شنو هو؟ طبعاً كتلة شباب الرشايدة هي أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بداية يعني أشكركم على هذا اللقاء. حياك. ونتمنى ان نطلع للمشاهدين بفائده من وراء شرح توجهاتنا نحو طرح وثيقه الاصلاح الوطني. نعم. وتوحيد صفوف المعارضه. بدايه راح اشير بس لكتله شباب الرشايده، هي طبعا كتله ولدت من رحم الحراك، هي ليست كتله اقصائيه لاحد ولا يعني نقصي ولا نهمش احد، ولكن هي كتله ظهرت بسبب الاحداث وال يعني والحاصل في البلد. فيعني تداعى مجموعة من شباب قبيلة الرشايدة لإنشاء كتلة هدفها يعني زيادة الوعي الثقافي السياسي والتثقيف السياسي لأبناء قبيلة الرشايدة. حلو. وأيضا الكتلة الآن في صدد إنشاء جمعية وطنية للتثقيف السياسي بشكل عام، بشكل عام للمجتمع ككل. سنتحول إلى الجمعية الوطنية للتثقيف. نعم. السياسي، وراح نحاول بإذن الله أنها يعني تكون أحد جمعيات النفع العام أو منظمات المجتمع المدني. ممكن. هي فكرة بس طلعت من أبناء قبيلة الرشادة، والمسمى بس كان يعني مرحلي، وبعدين الكتلة نفسها هي كتلة يعني راح تحل نفسها بانتهاء مطالب الحراك. حلو.
يعني المسمى بس كان لظروف معينة طلع، ولكن هي يعني مرتبطة بالحراك السياسي. جيد. وأيضا عندها مثل ما قلت لك راح تتحول إلى جمعية نفع عام تضم الجميع بهدف التثقيف السياسي. ممتاز. أي نعم. أنا بس أي نعم. أنا فيصل دكتور فيصل إذا تسمح لي بقرأ في جزئية من البيان مهم إني أقرأها حتى المشاهدين بعدين أسألكم عنها. يعني البيان اللي أصدروه الأخوان في كتلة شباب الرشايدة، حزب العمال الكويتي، حزب الكويت الوطني وحراك الخامسة وكتلة المستغلين، أعزائي المشاهدين، يتضمن الفقرة الآتية: وفي مجال التعامل مع الواقع الحالي للانتخابات الحالية وانقسام المعارضة بين مشارك ومقاطع، فنحن نؤكد أن الانتخابات بشكل عام ما هي إلا وسيلة وليست غاية، فمن يريد أن يشارك فليشارك، ومن يريد أن يقاطع فليقاطع، وكل له رأيه وأسبابه التي نحترمها، كما نؤكد احترامنا لمن يرفع شعار التغيير من خلال المجلس وإقرار القوانين التي تصب في صالح البلاد، وأن المشاركة ستعطي الحراك نوع من الغطاء والحماية لمؤيديه وناشطيه، كما نحترم التوجهات التي تدفع نحو أن الإصلاح لا يتم إلا من خلال المطالبات الشعبية التي يعبر عنها الشعب في الساحات والميادين، وأن ليس هناك ضمانة حقيقية لفعالية المشاركة، وأن المجلس عرضة للحل بمزاج السلطة، ولكننا نرى أن ذلك ما هي إلا وسائل وليست غاية، ويجب أن تتضافر جهود المشاركين والمقاطعين نحو الالتفاف حول المطالب الشعبية التي تدعو إلى الإصلاح. يا ليت تشرح لي الجزئية هذه، يعني أنا ودي أنها توصل للمشاهدين، خصوصا أنه بالفعل يعني في هناك انقسام قوي حول المشاركة والمقاطعة. بس قبل لا تبدي، ترى أنا مؤيد لهالفقرة بالذات. روعة. تماما، لأنها فقرة في صميم الحياة الديمقراطية. ممتاز. لا. شوف، إحنا يعني للأسف الشديد في الكويت، المتتبع الحالة الكويتية، يمكن إحنا كشباب، يعني أنا دائما أردد هالكلمة، الشباب اختلف والجيل اختلف. نعم. الجيل أصبح متعلم، يرصد، يعرف، وعندما واجه هذه السلطة، الجيل واجه هذه السلطة، السلطة قاعدة تتعامل مع هذا الجيل بأدواتها القديمة، أدوات فرق تسد، أدوات القمع، التهديد، الضرب، ما ينفع الكلام مع الجيل هذا. الجيل هذا واعي، الجيل هذا فاهم، الجيل هذا قارئ، الجيل هذا مطلع. إحنا في قضية الانقسام بين مشارك وبين مقاطع، من اللي قاعد يستفيد من هالانقسام هذا؟ قاعد يستفيد من الانقسام هذا السلطة. ليش؟ لأن الآن بالانقسام هذا والضرب هذا إذا حصل، إن شاء الله طبعا شباب الحراك، إن شاء الله واللي في الحراك نتأمل فيهم الخير، وإن ما يوصل يعني الأمر إلى التجاذبات اللي ما منها فايدة. هذه التجاذبات هي مبدأ فرق تسد. نعم. وراح ينشغل المعارضين، راح ينشغلهم شيء واحد بأنفسهم. إحنا في مجموعة الحركات هذه الشبابية توعينا لهذا الأمر. نعم. فإحنا يعني الهدف منا إن نوحد الصفوف. طيب، احنا راح نوحد الصفوف شنو؟ بوثيقة، وثيقة اعلان اصلاح سياسي شامل تتضمن مطالب واضحة، تتضمن خطة عمل. طيب، هذا الامر السلطة راح تنظر لنا نظرة انها يعني الان بدا التهديد من الحراك، اذا نجحنا في الامر هذا سيبدا تهديد الحراك الحقيقي للسلطة في تحقيق مطالبها، لأن خلاص راح نتفق على خارطة الطريق، راح نتفق على الأقل الحد الأدنى من الاتفاقيات المعينة بين المعارضة، والكل يسعى إليها والكل يضغط عليها ونبذل خلافات. أيضا الوثيقة هذه لو تلاحظ يعني في البيان، هي وثيقة شخصت اختلالات النظام أو السلطة، من تشكيل حكومات بطريقة المحاصصة على حساب الكفاءات، من اتساع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية، تأخر الإنجاز التنموي، عندك مشاكل الشفافية وتراجعنا على مستوى مؤشر مدركات الفساد، عندك أمور كثيرة رصدناها في هذه الاختلالات ووضعنا لها الحلول هذا الأمر السلطة لا ترغب فيه، لأن هذا الأمر سيوحد. وأيضاً إحنا عندنا رؤية غير كذي، سنجلس مع التيارات السياسية وسنطرح بكل قوة وثيقتنا هذه الموافقة عليها، ومن ثم سنذهب إلى الشعب ونعرض عليه هذه الوثيقة لتكون هي مظلتنا
اللي تخلينا نواجه السلطه فيها. طبعا هو السؤال ما جاوبت عليه يعني انت بتوصل له اللي هو جزئيه المقاطعه وكذا يعني انتم قلتوا اللي بيشارك شارك واللي قاطع هذا راح ارد لك فيه لان هذا الجزء الاهم. ناصر الطيري طبعا انت يعني صاحب اذا ماني غلطان الرقم القياسي في عدد القضايا المرفوعه ضدك. وهذا يعني لانك كنت يعني في كل الحراك الميداني متواجد وتعبر عن رايك كشاب من خلال يعني حق التجمع السلمي ومع ذلك يعني تم عليك رفع القضايا. يعني هل تعتقد ان هذا يعني البيان بيغير من الامر شيء؟ خصوصا ان البعض يرى ان يعني دائما التغيير مثل ما يصير في كل الدول يكون عن طريق حق التجمع السلمي الضغط، وان البيانات يعني ولا عهدها وما عاد تاثر في سلطه وفي يعني توابع للسلطه يبونك بس تتكلم وتقول كلام ويعني وما يكون لك تاثير. بالبدايه بخصوص البيان، هل هو ياثر او ما ياثر؟ هل يؤثر المقاطعه او المشاركه؟ كل هالادوات اللي ذكرتها سواء بيان، مسيره، الندوه، وقفه احتجاجيه، كلها وسائل وادوات لنوصل للغايه. الغايه هي شنو؟ اهداف الاصلاح. يعني احنا نختلف، ممكن نقول مقاطع انا بقاطع اوكي هذه وسيله لك، والمشاركه بيكون انا شارك درءا للقوانين ضد الحريات ضد حقوق الشعب، هذه وسيله. بالنهايه احنا عندنا الغايه، احنا كشباب ننظر للغايه وانا ما ننظر للوسيله، لان بالبدايه احنا لا مرشحين ولا نسعى للمنصب ولا نسعى للهدف الاصلاح. فالبيان هذا مجرد تعريفي للانقسام، انا يا جماعه ترى المقاطعه وسيله والمشاركه وسيله، ركزوا على الغايه. الغايه شنو؟ كلنا احنا نبي الاصلاح. صحيح، بس فهذه الغايه. انا اختلف وياك بالطريق او الحلول، لكن هدفنا واحد، نصل الى نقطه معينه. اخوي ناصر، هل البيان هذا اللي صدرته كان في مراجعه لكتله الاغلبيه البرلمانيه السابقه؟ لا. او هل هناك اي تعاون معهم؟ هو احنا دائما احنا يعني بالانشطه السابقه او بالاجتماعات نتعاون ويا الاغلبيه، لكن احنا كشباب شفنا ان دائما الشباب معروفين بعنصر المبادره. نعم. ودائما الاغلبيه عندهم يعني انا احترمهم واقدرهم، ان بعضهم يقول انا التزاما ادبيا واخلاقيا وانه هو مبدا نحترمك. فاحنا بدينا هالمبادره عشان نشرح للجميع، سواء انقسام في بعض الاغلبيه ارائهم او انقسام شباب، يا جماعه وسيله هذه الاغلبيه او صح. فانتم هالبيان هذا صدرتوه من غير ما من دون وجهه نظرنا كشباب. حلو. مستغلين اجتماعنا في اجتماعات مستمره، حتى ذكرت لك يمكن قبل المحكمه الدستوريه احنا قاعد نجتمع. حلو. قبل المحكمه الدستوريه قاعد نهيئ ايش راح يصير. طيب انتوا الحين هذا الحوار الوطني اللي انتوا تبون تسعون له بين قوى المعارضه لايجاد خارطه مستقبل تسيرون عليها تنتجون فيها تغيير ملموس، وين وصلتوا فيه؟ وهذا وايد ترى، وهذا الحوار اللي بين المفترض اللي يكون بين الكتل المعارضه هذا جدا مهم، لكن نسمع فيه للحين ما شفنا اي مبادره حقيقيه في بدءه. خلينا نسمع من الدكتور فيصل. بس في جزئيه بسيطه اضيف على هذا، احنا بدينا بانفسنا كشباب. نعم. قعدنا ويا بعض، يعني انا قعدت ويا اخوي الدكتور فيصل وقعدنا ويا اخر، بدينا بانفسنا شوي شوي، هالنواه تكبر لين تتسع، هذه هي بس يعني. نعم. حتى نوصل الى راي عام. شوف اول شيء انا هذا ما اعتبره بيان، هذا اعتبره اعلان لمشروع اصلاح وطني. نعم. واحنا اخذنا مقتطفات من وثيقه الاصلاح وحطيناها في هذا الاعلان. حلو. الان يعني حتى لو تلاحظ الاعلان في اخطر، في يعني في طرح اقوى من مقاطعه ومشاركه، في قاعدين النادي بتعديلات دستوريه تمهيدا لدستور جديد. يعني احنا الان قاعدين نروح لمرحله متقدمه، الشباب قاعد يروحون لمرحله متقدمه. انت قاعد تكلمني عن دستور 50 سنه جامد اصبح من المقدسات، هذا الامر لا يجوز. 50 سنه لا تمت عليه عمليات التطوير، لا تمت عليه عمليات التحديث، مزيد من الحريات، مع أن في البداية كان الاتفاق أنه بعد 5 سنوات يضاف لهذا الدستور كعملية لتطويره وتحديثه. الآن هذا الدستور
أصبح معيق لعجلة التنمية بقوانين. يعني أعطيك مثال صغير، الآن في مجلس الأمة يقول لك قبل لا تقسم الحكومة مثلا في 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 المجلس يجب أن تقدم برنامج عمل. نعم. طيب الحكومة شلون أنت بتقدم برنامج عمل والحكومة عندنا أساسا ما تشكل ليلة الجلسة؟ يعني أمور غريبة. طب هذه مو انتهاكات دستورية؟ شوف من القليل ها، لما تقول لي والله هذا الدستور يدعو إلى مبدأ الفصل بين السلطات، وأراجع الباب الرابع من الدستور وأرى التداخل بين السلطات، هذا أمر يستحق الوقوف عليه. ففي أمور كثيرة نحاول، يجب أن نحاول أن يعني أن يتم عليها تحديث وتعديل انطلاقاً لدستور جديد. حلو، هذه ما تعتقد دكتور أنها مطالبة نوعاً ما تعتبر متقدمة جداً، للسبب أن اليوم أكثر من برلمان حاول ما قدر، كتلة أغلبية برلمانية حاولت ما قدرت، بدأت يعني ترضى بالحد الأدنى الموجود فيه وتعمل على نطاقة يعني، وانتم رايحين مثل ما يقولون بمبادرة عالية جدا. يعني شوفوا أخي مشان، من الطبيعي أن كتلة الأغلبية لن تستطيع تعديل أي نوع من أنواع التعديلات الدستورية، لأن هناك عائق قوي جدا وعائق واضح جدا بتوافق الطرفين. هذا الأمر أمر معيق، ما راح يخليك تعدل الدستور. وهذا الأمر التعديل الدستوري إذا الناس خايفة منه، أنا عندي سؤال، ليش ما نرجع للتجربة الأمريكية؟ افتح أول وثيقة للدستور الأمريكي وآخر وثيقة للدستور الأمريكي، ما راح تلقى ولا مادة هني معادة هناك. ليش؟ لأن العملية تطورت، الناس تطورت. الآن احنا في عصور التكنولوجيا وعصور اقتصاد المعرفة وعصور إدارة المعرفة، هذا الدستور لا يواكبها. نعم. مو عيبا في هذا الدستور، ولكن هذا الدستور كان دستور مثالي، دستور نهضوي في الستينات، ولكن الأمور تغير، طبيعة الاقتصاد تغير، الأجيال تغيرت. صحيح. الآن أنا بسألك سؤال، شو المشكلة أن فيصل ولا داهم ولا أنت مشاري ولا ناصر ولا أي شاب أن يكون رئيس وزراء؟ لا بالكويت؟ إيش المشكلة؟ ما تسكر الحكومة. ما خلي الحكومة تسكر، شو المشكلة؟ إحنا ما تشتغل. الوزارات ما تشتغل. ماشي، إحنا تعلمنا في الجامعات، لنا أفكار، لنا آراء. ليش؟ ليش هذا الإقصاء؟ ليش مو الشعب يروح يختار حكومته؟ أنا اللي أفهمه أن الحكومات ما هي إلا وكيل لإدارة شؤون البلاد والعباد. الوكيل عن منو؟ عن الشعب. أنا ما اختارها، فشلون أنا أوكلها؟ يعني أنا ما اختارها شلون؟ وبعدين لما يقول لك الكويت دولة ديمقراطية، طب شنو معنات الديمقراطية؟ تداول سلطة. فأيضا الدستور يعاني من تناقضات، يقول لك دولة ديمقراطية وتجد أن الحكومات لا تنتخب، لا، والمجلس الأمة فيه 16 عضو بحكم مناصبهم هم أعضاء في الحكومة، وين فصل من السلطات؟ 15. وأيضا بس آخر نقطة ببينها، حتى المادة السادسة من الدستور اللي الحراك يضغط فيها الشعب مصدر السلطات، الدكتور عبيد الوسمي لما قال أن 75% بيد السلطة وخمس يعني السلطات بيد أو الصلاحيات 75% بيد السلطة و25% بيد الشعب، ما قالها ارتجالا، قالها بعد مراجعة الدستور. فإذا إحنا عندنا مشاكل وتناقضات قد تكون معطلة لعمليتنا النهضوية، لعمليتنا التنموية، لعمليتنا فلذلك جت وثيقة الإصلاح هذه لتلقي الظلال بدون أي مجاملة على كل هالأمور، تعديلات دستورية، قد يكون هناك دستور جديد. طيب ناصر، يعني الكلام اللي موجود في الوثيقة أو الإعلان مثل ما سمع الدكتور فيصل، يعني بالنسبة لي ما هو جديد على وجه التحديد، طرح سابقا في وثائق متعددة، لكن يمكن الجديد كان رأيكم حول المشاركة، هو رأي متقدم، يعني حتى أنتم سبقتوا في يعني تيارات سياسية ونخب، وكانت عندكم الشجاعة أنكم تقولوا موقفكم بشكل علني، مع أن أكثركم يعني ربما له اليد الطولة في الحراك طوال الفترة الماضية. لكن سؤالي، شلون راح تنفذون يعني اللي شاهدنا الحين يقول جيد، هذا يعني كلام جيد، بس شنو آليات يعني مو تنفيذه، شلون الآليات انكم تضغطون؟ يعني مثلا انتم تقولون هني اطلاق قانون الهيئات والاحزاب، طيب اطلاق قانون الهيئات والاحزاب من خلال البرلمان مثلا، فيا ليت تشرح لي شلون بتنفذون الامور اللي دعيتوا لها. طيب طبعا احنا عارفين ان البرلمان يمكن صعب تعديل مواد دستوريه، لكن احنا كان رقم 2 عندك حوار بين الشعب، حوار وطني، انت لين تخلق جو عام
هالإصلاحات وتقنعهم بهالوثيقة يصير اتفاق عليها، التفاف تكاتف عليها هالوثيقة، خلاص أنت جو عام عندك. السلطة تنجبر أنها تعدل أو تتفق وياك، تقول يلا معلش أنا أخذ 5-6 من اللي عندك وبعدين مرحلة متقدمة نعدلها، أو تسبك إذا شافت في خلق رأي عام. يعني عندك أنت كنت تذكر أستاذ داهم وقت إسقاط ناصر محمد، يوم طلعوا الناس وصار رأي خلق عام في تويتر وخروج عدد كبيرة، قدم استقالته، صار خلق رأي عام. هذه الفكرة أن نخلق رأي عام على هالإصلاح ونوعي الشباب أن ما معلش لا نختلف، أنا وياك نختلف ما عندنا مشكلة، لكن خلنا نتفق على واحدة ثنتين، خلنا نتفق على خط الطريق، أنت اشتغل بروحك وأنا اشتغل بروحي، بس خلنا نمشي على خط متوازي. هذه الفكرة حتى نصل إلى خلق رأي عام يأثر على السلطة وعلى قراراتها. طيب أنا عندي تفضل إذا لا لا تفضل. أنا عندي يعني سؤال محدد، يعني الآن لنفرض أن أحد بالسلطة بالحكومة بالمعارضة قالكم جيد إحنا وياكم، هل عندكم لكل نقطة مشروع جاهز؟ مثلا لما تقول لي العمل على تعديل الدستور لمزيد من الحريات والصلاح، هل عندك قصدي مشروع جاهز واحد؟ اطلاق قانون الهيئات، هل عندك يعني قصدي هذه مطالبات جيد وصادقه لكن بالتفاصيل هل عندك شيء جاهز؟ لا يعني لازم يكون توافق. لا هو يتكلم دكتور فيصل يعني هل في جاهز؟ في جاهز. الوثيقه نفسها مقسمه الى عده اقسام. القسم الاول يتكلم عن مفهوم الاصلاح اللي احنا نبي ننطلق منه، يعني ما يصير نقول اصلاح 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 تنميه اصلاح واحنا مو فاهمين شنو معنات مفهومها. فإحنا بالنسبة للكتل هذه حددنا مفهوم للإصلاح بشكل واضح لنا، ثم انتقلنا بعدين عشان تكون يعني الأمور واضحة إلى رصد الاختلالات اللي تعاني منها الحياة السياسية في الكويت، وصنفناها ما بين عوامل متعلقة بالسلطة وعوامل أخرى متعلقة بالمجتمع الكويتي صنفين، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى رصد المطالب الشعبية، تقريبا كان في مجموعة من المطالب الشعبية، ومن ثم حطينا خطوات واضحة وقسمناها إلى خطوات قصيرة ومتوسطة الأجل وخطوات طويلة الأجل. شلون راح نحقق تداول السلطة؟ شلون راح نحقق؟ هذا وين في 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 الورقة هذه؟ لا مو في البيان هذا، الوثيقة، الوثيقة كبيرة مو صغيرة. ممتاز. يعني إذا في وثيقة. إيه في وثيقة وراح إن شاء الله نعلن عنها قريبا في مؤتمر. لا راح نعلن عنها إن شاء الله في الأيام الجاية في مؤتمر صحفي كبير. شو اسمها؟ وثيقة الإصلاح الوطني لدولة الكويت. نعم. اي وان شاء الله راح نزودكم في نسخة منها في قناتكم المحترمة باذن الله ان شاء الله. نعم. تضمن مشاريع جاهزة مثلا قوانين جاهزة؟ هي شوف ولا اطر عامة؟ فيها الخطوط العريضة. نعم. وفيها فكرة القانون. تفاصيل طبعا راح نتركها الى ان يتم يعني صياغة قوانينها، ولكن الاطار العام والفكرة التفصيلية بالضبط شنو راح يكون، حتى شكل الحكومة المنتخبة شلون راح يكون فيها، شكل الاحزاب شلون راح يكون فيها. يعني وثيقة إن شاء الله يعني إحنا ما راح نقول، لكن نقول إن اجتهدنا بس 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 في وضع. ما راح تكون ما راح تكون نهائية، قابلة للنقاش والتعديل. هي طبعا هي طبعا راح تكون وثيقة قابلة للتداول وللنقاش، لأن راح نطرحها على تيارات سياسية، راح نطرحها على على يعني قوى شبابية أخرى ما شاركتنا، راح نطرحها إلى أن نصل إلى اتفاق، إلى حد أدنى من الاتفاق، ومن ثم راح نوديها للشعب. راح ننزل فيها. تعرضونها على على معارضينكم؟ يعني مثلا الناس اللي يأيدون الصوت الواحد. اي انا قلت فاهم قصدي يعني اللي عارضك انا قلت انا ما عندي مشكله قاعد فيها مع علي الراشد. لا تروح له تروح له. انا ما انا راح اعلن عن مكان انعقاد المكان، وقلت انا ما عندي مشكله. تروح مو علي الراشد، مو تروح علي الراشد، يعني تروح يعني لا انا قاعد اقول لك معارضيني انا ما عندي مشكله. قصدي تروح لهم مو لا قصدي مو تناديهم. لا انت تروح. انا ما راح اروح لحد. لا مو قصدي انت تروح مثلا لتيار سياسي معين تقولهم والله احنا تيار سياسي كويت شبابي عندنا هذا. اي انا راح اوزعها على اللي يرغب في المشاركه معنا، راح نوزعها لكل من يرغب في المشاركه في النقاش معنا، سواء تيارات او حتى افراد ما عندنا مشكله. انا قاعد اقول لك حتى لو كان يرغب السيد علي الراشد بما انه يعني من الفريق الازرق واحنا نقول فريق البرتقال، انه يجي وعنده فكره يتفضل. يعني لان هذا بلدنا كله مو بلد احد، يعني مو ما نقصي احد. حلو. احنا قاعدين نطلع في وثيقه ومشروع اصلاحي، انا قاعد اقول لك دستور جديد يجب ان يكون فيه توافق جيد عليه. جيد. اخوي ناصر بيانكم او اعلانكم هذا كان في توضيح
بأن العملية الانتخابية هي وسيلة وليست غاية، ومن يشارك ويرى أن التغيير من خلال المشاركة حق له، ومن يريد أن يقاطع ويرى أنها وسيلة للتعبير عن معارضة للموضوع هو أيضا حق له. أنتوا كتلتكم هذه فيها ناس مشاركة وفيها ناس مقاطعة، ولا الكل منكم مقاطع الحين؟ لا، إحنا عن نفسنا يعني كمجموعتنا إحنا ننظر للغاية، يعني ننظر للأهداف. نعم. ما يهمنا يعني منو راح يكون، يعني حتى لو منو يعني ياخذ الاهداف هذه يقول يا جماعه انا لا، انا اقصد الانتخابات القادمه. اي في احد منكم راح يشارك فيها؟ يعني انتم مجموعتكم لنفترض كنتوا 25 شخص، 50 شخص، 25 مشاركين، 25 مقاطعين، ولا كلكم مثلا مقاطعين؟ وهذا تعبير راي عن راي واحترام لرغبه شخص يريد ان يشارك. لا لا لا، احنا اكبر من كذي. احنا مو قضيتنا انتخابات مجلس امه وكرسي البرلمان، نحن ننظر حتى احنا كاجتماع عندنا حددنا الاهداف. نعم. ركزنا ان البرلمان وسيله لتحقيق الاهداف، والحراك الشعبي كوسيله ضغط. حلو. فايا كان، نعم، احنا طبعا ما راح ننزل انتخابات مجلس الامه. لا، ما تنزل. اذا جاء المشاركه شخص، اذا جاء شخص الحين بالانتخابات هذه، نعم، قال يا جماعه انا ايدكم بالاهداف هذه، الله وياك، حققها لنا. راح تصوتوا له؟ انت راح تصوت له؟ انا عن نفسي خلينا نشوف من يأيد الوثيقه بالنهايه، انا ما يهمني منو. لا لا، يعني اذا مرشح بالانتخابات راح تشارك بالانتخابات هذه؟ على حسب. على حسب فيصل، دكتور فيصل حر رمضان شلون نصوت؟ لا لا، هي القضيه مو قضيه مشاركه، يعني احنا ككتله شباب رشايده يعني في اراء الى الان ما حسمنا امرنا، لكن في اراء تبي تقاطع، في اراء تبي تشارك. يعني قبيله رشايده الكريمه يعني نسبه كبيره منها حسب ما اعرف انها مشاركه، وايضا اي وايضا منها كمرشحين وليس فقط ك ما في مشكله. أي يعني ما عندنا مشكله، احنا اللي بيشارك نفس ما قلنا، احنا ما عندنا مشكله، بيشارك يشارك واللي بيقاطع. اي فهذا كان السؤال، يعني كتلتكم، كتلتكم اللي اصدرت هذا البيان. لا، احنا كتلتنا ان شاء الله راح يكون لها يعني بعد تسكير باب الترشيح ان شاء الله راح يكون لنا بيان كامل. نعم. راح نحدد فيها اللي احنا مقاطعين او مشاركين. لا، هني كذي يصير في تناقض مع اللي انتم طلعتوه. لا، احنا ما قلنا ليش تناقض، احنا قلنا اللي بيشارك اهلا وسهلا، اللي ما بيشارك كموقفكم انتم، احنا كموقفنا ما له علاقه في. حلو حلو حلو. شوفون حسب الاسماء يعني. نعم. لا، لان الحين احنا قاعد نتدارس الموضوع، لان لازم نطلع شيء يعني حتى لو نبي نقاطعنا بنقول ليش قاطعنا، وحتى لو نبي نشاركنا بنقول ليش. بس الاسماء راح يكون لها دور، لان في تزامن. يعني شلون تشكل موقفك بعد اغلاق باب الترشيح؟ لا، هو الموقف متشكل، بس البيان سنصدره بعد تسكير باب. ممتاز. هو الحين السؤال كالتالي، انت دكتور مثلا دكتور فيصل المناور تؤمن بهذا الاعلان وما جاء فيه من نقاط تعتقد انها يعني تتجه بالمجتمع الكويتي كله الى الاصلاح؟ من المفترض يعني فنيا انت تنزل وتحمل هذه المطالب بنفسك او اي شخص من المجموعه ويترشح للبرلمان بدلا من الانتظار من ياتي ويحملها. يعني انا هذا اي شوف، انا في البدايه شنو قلت لك؟ نعم، وسائل وليس غايه. انا اسمي كان منطرح في الانتخابات هذه. نعم. وانا نفيت الموضوع. نعم. هذا ولاسبابي الخاصه، اني انا يمكن اني اشوف يعني وجهه نظري كفيصل. نعم. الجو الان غير صحي، يمكن يعني ماني مقتنع في ترتيب الانتخاب، يعني اجراءات اللي صارت في ترتيب الانتخاب. حلو. عندي تحفظ على بعض الحيثيات اللي طلعت في قضيه حكم المحكمه الدستوريه، خصوصا لما قالوا يعني اقدرهم وكل الاحترام لهم، ولكن في معلومه ان هذا نظام الصوت الواحد يستخدم في الدول الديمقراطيه، ولكن نكمل المعلومه، يستخدم في الدول الديمقراطيه عندما تكون حزب واحد او مرشح واحد. انا استغرب مرشح لنائب واحد، يعني لاحظت يمكن اي لان كان دائما علوم سياسيه. احنا دارسين علوم سياسيه. لا يمكن لمحكمه دستوريه في العالم تغيب عنها المعلومه. لا يمكن، يعني هذا بحكم المستحيل. ما ادري شلون صار بالحكم، ما ادري، في امور يعني خلتني الوضع غير صحي، ابدا غير وضع غير صحي. يعني حلو، في ربكه تجي الطائف، في ربكه قاعده تصير. ولكن نفس ما قلت لك، هي وسائل، القادر على التغيير فيها يتفضل يتبنى وثيقتنا واحنا معه، عرفت؟ نعم. شلون؟ ونتمنى انها تاخذ الزخم، ونتمنى انها تدعم من الكل،
لأن بصراحة هي مبادرة وإن شاء الله أن يكون فيها مصلحة الكويت. الله يوفقك إن شاء الله. أخوي ناصر عندك كلمة أخيرة لأن عندنا فاصل الحين إن شاء الله. الكلمة الأخيرة يعني الفترة اللي طافت هذه كلها من خلافات حتى كنا نلاحظها، يعني أنا من الناس حتى يعني على سبيل المثال حتى بتويتر ما ودي أكتب لأن ديش التايم لاين أشوف هذا ليش كله أحباط وأحباط إنه يعني انشغلنا بأنفسنا بدال ما ننشغل في الخصمنا خصم الفساد كنا ننشغل إذا عندنا يعني خلاف بين أشخاص مو مشكلة خلنا نتسامح خلنا نتسامح نوصل المبدأ الأسمى يعني هذا رسالتي إن شاء الله يعني أشكركم على استضافتنا ودي أقول حق كل قوى المعارضة مو مشكلة ما تتفق ويا ناصر ما تتفق ويا أي شخص اتفق ويا وحدة ثنتين ثلاثة أول الأهداف اللي أنت تشوفها الأرضية اللي بيني وبينك جيد وخلنا ننطلق جيد. دكتور فيصل عندك أي أنا والله دائما يعني في نهاية أي لقاء أقول اللهم فك قيد المسجونين من شباب الحراك أتمنى أن السلطة تأخذ بعين الاعتبار أن اللي حصل هذا خطأ جسيم وأن هذي شباب الكويت وأنا لا أتكلم عن عفو أنا أتكلم عن إسقاط تهم لأن هذه التهم صراحة هي وجهة نظري تهم ملفقة وشباب طاقات رائعة زجت في السجون ويجب تصحيح هذا الأمر أتمنى أيضا مثل ما قال أخوي ناصر أن نتوحد أمام مطالب حقيقية تلبي طموحات الشعب وننطلق إن شاء الله فيها الكويت حاضنة الجميع كويت متطورة كويت أفضل إن شاء الله. دكتور فيصل شاكرين لك تواجدك معنا. أخوي ناصر شكرا لك لتواجدكم وإيضاح ما أتى في إعلانكم. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق لما فيه خير البلد. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع وأذكركم ضيفنا القادم سيكون النائب السابق محمد هايف. فاصل وراجع لكم إن شاء الله.